نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. بعد سيطرة جماعة داعش على أجزاء واسعة من مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق، جاءت زيارة مبعوث الرئيس الفلسطيني أحمد مجدلاني إلى العاصمة دمشق ولقائه بالمسؤولين السوريين. أن الدولة السورية عندما قررت أن لا تدخل المخيم، مجدلاني أكد أن السلطة الفلسطينية توافق على ما تقرره الحكومة السورية بشأن مخيم اليرموك بعد تغييب الحل السياسي من قبل المسلحين والإعدامات الميدانية التي نفذتها جماعة داعش بحق العائلات والأطفال فضلا عن المقاتلين. موضوع الرئيس الآن هو مسؤولية الدولة السورية والسيادة السورية على الأراضي السورية، وبالتالي انطلاقا من مسؤولية سوريا أيضا على حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين سواء كانوا فلسطينيين أو سوريين، الآن المسؤولية لدى الحكومة السورية، وما تقرره الحكومة السورية سوف تدعم القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. إذن لا خيارات أخرى سوى طرد جماعة داعش من المخيم بعد أن أصبح الاحتكام للسلاح هو المحدد لمسار الوضع في المخيم. الأولويات اليوم دون شك هو إخراج السلاح والمسلحين وإخراج تنظيم إرهابي معروف عندما نتكلم عن داعش من منطقة تعطل ليس فقط المصالحة المحلية في منطقة، بل تعطل الحياة بكل أشكالها في أي منطقة من المناطق التي تتواجد بها. توغل داعش في مخيم اليرموك يمثل خرقا أمنيا في خاصرة دمشق الجنوبية بحسب البعض، الأمر الذي يمهد لهذه الجماعة الإرهابية التمدد إلى مناطق مجاورة أكثر قربا من العاصمة انطلاقا من المخيم، لا سيما بعد طرد النصرة من بابيلة وبيت سحم ويلدى من قبل الأهالي وحوصر داعش في الحجر الأسود. جميع الخيارات تشير إلى حل عسكري داخل مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق بعد إقرار السلطة الفلسطينية بضرورة التحرك مهما كانت الخيارات السورية لإنقاذ المدنيين المحاصرين من قبل جماعة داعش داخل المخيم. معطيات تؤكد أن صفحة الحل السياسي قد طويت لصالح العمل العسكري. مازن سلمو، العالم، دمشق. قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي إن السعودية أخطأت باعتدائها على اليمن وأسست لبدعة سيئة في المنطقة. وخلال لقاء في طهران قال خامنئي إن تحركات السعودية في المنطقة غير مقبولة، وكذلك شدد على أن واشنطن التي تدعم السعودية ستتلقى هي الأخرى ضربة وتهزم في اليمن. فيما يخص الهجوم السعودي على اليمن، قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي إنه كان لإيران اختلافات سياسية مع السعودية سابقا، لكنها كانت تظهر التوازن والاحترام في مواقفها. أما اليوم فإن عددا من الشبان بدون خبرة تولوا زمام الأمور في البلاد وأصبحوا يغلبون التوحش في سياساتهم على الاتزان، وهو ما سيرجع عليهم بالسوء. وأضاف خامنئي أن السعودية أخطأت باعتدائها على اليمن وأسست لبدعة سيئة في المنطقة، مشبها ما تقوم به السعودية في اليمن بما قام به الكيان الصهيوني في غزة. فالهجوم على الشعب اليمني وقتل الأطفال وتهديم المنازل وتدمير البنى التحتية جريمة كبرى وإبادة جماعية يمكن متابعتها على المستوى الدولي. المرشد خامنئي حذر السعودية من تحركاتها غير المقبولة في المنطقة، منبها إياها أنها ستتلقى ضربة في اليمن ويمرغ أنفها في التراب. وتوجه خامنئي بحديثه إلى أمريكا التي تدعم السعودية، معتبرا أنها أيضا ستتلقى هي الأخرى ضربة وتهزم في اليمن. وأضاف خامنئي فيما يخص الملف النووي الإيراني أن المفاوضات مع أمريكا هي فقط حول النووي، إذ لا يجري التحاور معها في أي موضوع آخر سواء إقليمي، دولي أو حتى داخلي.
مشددا على أن أي اتفاق لا يمكن أن يستهدف جبهة المقاومة. وأكد خامنئي أن ما تم التوصل إليه حتى الآن ليس أساس الاتفاق، وليس هناك ضمانات لمحتواه حتى تصل المحادثات لنهايتها، مشددا على أهمية البرنامج النووي للإيرانيين في مجالات عدة. وأضاف خامنئي أن عدم الاتفاق أفضل من اتفاق سيء، وهذه معادلة جيدة، وعدم التوافق أفضل من إهانة الشعب الإيراني. وأبدى المرشد دعمه لأي اتفاق يضمن كامل حقوق الشعب الإيراني. الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن الشعب اليمني لن يستسلم أمام القصف الذي يتعرض له، معتبرا أن الاستمرار فيه طريق خطأ يجب العودة عنه. كلام روحاني جاء في اليوم الوطني للتقنية النووية في إيران، حيث قال أن دول المنطقة التي تهاجم اليمن قد جربت لبنان وعلمت أنها أخطأت فيه كما أخطأت في سوريا والعراق. روحاني دعا لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وتهيئة الأجواء لحوار يمني يمني. بالقصف لا تستسلم الشعوب، لا تقتل الأطفال الأبرياء، فشعب كبير مثل شعب اليمن لن يستسلم أمام قصفكم. تعالوا نفكر كيف ننهي الحرب ونوقف إطلاق النار ونوصل المساعدات الإنسانية للشعب اليمني. تعالوا نهيئ الأجواء لحوار يمني يمني ليتخذ اليمنيون قرارات تخص مستقبلهم. لماذا نعمل على قتل الشعب؟ لقد وجدتم اليمن دولة ضعيفة في الجانب العسكري، لكنه قوي في إرادته، وتتبجحون عليه بطائراتكم الأربع، لكنكم لا تعلمون ماذا ستكون خاتمة عملكم. هذا طريق خاطئ، ارجعوا عنه. لقد جربتم لبنان وعلمتم أنكم أخطأتم في سوريا والعراق كذلك. ستعلمون قريبا أنكم أخطأتم في اليمن. الطريق هو الأخوة والصداقة. تعالوا نحكم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا تواصلوا طريقكم الخاطئ. وندعو كل دول المنطقة إلى التراجع عن اعتداءاتها لنثبت وقف إطلاق النار في المنطقة وندعم الشعب اليمني. واعلموا أن مستقبل اليمن بيد الشعب اليمني لا بيد جهات أخرى. التطورات في اليمن كانت أيضا من أبرز محاور لقاءات المبعوث الرئاسي الإيراني مرتضى سرمدي في بيروت، حيث التقى اليوم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بحضور الوفد المرافق لسرمدي والسفير الإيراني في بيروت السيد فتح علي. الجانبان عرضا إضافة إلى الوضع في اليمن مجريات المفاوضات الجارية بشأن الملف النووي الإيراني والنتائج التي جرى التوصل إليها، وكذلك مختلف التطورات في المنطقة. وصل أمير قطر تميم بن حمد الثاني إلى الرياض في زيارة لم يعلن عنها من قبل. وكان في استقبال أمير قطر في مطار قاعدة الرياض الجوية الأمير محمد بن نايف ولي العهد والأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع وعدد من المسؤولين. استأنف البرلمان الباكستاني جلسته لمناقشة الطلب السعودي إرسال قوات للمشاركة في التحالف في اليمن. وقال النائب شيخ رشيد إنه لا يجب على باكستان الذهاب إلى اليمن بأي شكل من الأشكال على الرغم من المساعدات السعودية. البرلمان الباكستاني وعلى مدى يومين سابقين فشل في اتخاذ قرار حول المشاركة في التحالف السعودي في ظل المعارضة النيابية التي يلقاها المشروع. في اليمن استشهد 3 أشخاص وجرح أكثر من 10 آخرين في غارة للطائرات السعودية استهدفت مصنعا للإسمنت في محافظة عمران شمال اليمن، كما استهدفت طائرات التحالف السعودي منطقة الطلح في محافظة صعدة. إلى ذلك سقط عدد من القتلى والجرحى في مواجهات بين الجيش والقاعدة في منطقة السد بإب وسط اليمن. في غضون ذلك دخلت قوات الجيش اليمني مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرق اليمن، وأوضحت مصادر محلية أن قوات الجيش دخلت المدينة بدون مقاومة وانتشرت في كل المناطق وتوزعت على المصالح العامة وأحكمت سيطرتها على المدينة. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن سلاح الجو الأمريكي بدأ عملية تزويد مقاتلات التحالف السعودي بالوقود في الجو. المتحدث باسم البنتاغون ستيفن وورن صرح بأن طائرات التزويد بالوقود ستقوم بطلعات يوميا، موضحا أن عمليات التموين بالوقود في أثناء التحليق تجري خارج المجال الجوي اليمني.
إلى العراق، حيث قتل تنظيم داعش 300 شخص مختطف لديه من منتسبي القوات الأمنية والمدنيين من أبناء محافظة الأنبار، وفقا لما أكده رئيس مجلس شيوخ عشائر الأنبار نعيم لقعود. الأشخاص الذين قتلهم داعش بتهمة التعاون مع القوات الأمنية ينتمون إلى عشائر الكرابلة والسلمان والبومحل وعشائر الدليم الأخرى. وفي الأنبار، يواصل الجيش العراقي تقدمه، وأفاد مراسل الميادين بأن القوات العراقية قصفت اليوم بمساندة أبناء العشائر منطقة الصناعة قرب استجارية شرق الرمادي. الجيش العراقي كان قد أطلق بمساندة العشائر عملية عسكرية لتحرير الأنبار، وقد تمكن بعد ساعات من العملية استعادة 7 قرى في الكرمة. هذا فيما زار رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الأنبار، حيث سلم بنادق إلى المتطوعين السنة الذين يقاتلون إلى جانب الجيش. ولفت العبادي إلى أن هذه الخطوة تأتي لكي تثبت للعالم أن جميع طوائف العراق على استعداد للدفاع عن أرضها. نتوجه إن شاء الله في المنطقة الغربية في الأنبار بأبنائنا من أهل الأنبار وبأبنائنا من الحشد الشعبي ومن القوات المسلحة والقوات الأمنية، لنثبت للجميع أن العراقيين يدافعون جميعا عن أرضهم في من كل محافظاتهم. على مدخل مدينة الرمادي تقف قوات الحشد الشعبي متأهبة لتدك معاقل داعش داخل المدينة. هذه القوة الصاروخية من خلفي سوف تطلق الآن صاروخا يستهدف داعش ومقاتليه الذين كانوا يقطعون الطريق الدولية هنا ويستهدفون قوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي. هكذا كانت الأجواء في السجارية شرق الرمادي. لم تغب أصوات الاشتباكات عند مداخل القرية، فداعش الذي يحتل السجارية تمكن من قطع الطريق الرابط بين بغداد ومدينة الرمادي عبر استهدافه كل من يسلك هذا الطريق. منطقة السجارية هي منطقة واقعة على الطريق العام اللي يربط الفلوجة بالرمادي. إذا تأمنت هذه المنطقة راح تأمن بشكل عام الطريق اللي يربط الرمادي وإلى المناطق الغربية بصورة عامة. على خطوط التماس يتنقل الجنود داخل عرباتهم المدرعة تحسبا من القنص، فيما ترابض مدفعية الجيش العراقي في الخطوط الخلفية لتؤمن غطاء ناريا للقوات المتقدمة المؤلفة من فصائل الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية وأبناء العشائر. حقيقة عملية سجارية يعني هو فك الحصار عن الرمادي، يعني هنالك مضايقات على الرمادي هي تعتبر خاصرة الرمادي، وهذه العملية تأتي في إطار عمليات استراتيجية في محافظة الأنبار عموما. وأيضا سجارية تعتبر واحدة من أهم المناطق أو الممرات بالنسبة لرمادي، ممر بالنسبة للقطاعات الأمنية باتجاه عمق الغربي بالنسبة لمحافظة الأنبار، وأيضا تعتبر رمادي هي واحدة من أهم هذه المناطق حيث تقع في خاصرة منطقة وفي مدخل الرمادي، ويعمل المسلحون على إيقاف تقدم أي من القطاعات أو حتى من الأهالي باتجاه الرمادي. إن شاء الله ستحرر السجارية وتكون متاحة هذا الشارع أو الطريق الرابط بين بغداد والأنبار يكون متاحا بعد هذه العملية إن شاء الله. القوات العراقية مدعومة بأبناء عشائر المنطقة استطاعت أن تتوغل ببطء داخل السجارية، إلا أن انتشار القناصة والمفخخات التي يتوقع قدومها من الخالدية والحامضية والفلاحات أوجب على القوات المتقدمة اعتماد الدقة في تمشيط المنطقة قبل دخولها. هنا آخر نقطة يمكن الوصول إليها على الطريق الرابط بين بغداد والرمادي. معارك ضارية تدور على أبواب المدينة، فداعش الذي خسر تكريت مصر على الحفاظ على مواقعه هنا، بينما ينبئ تكاتف القوات الأمنية وعشائر المنطقة على تصميم لتحريرها. سين شعلان، علي مرتضى، الرمادي، الميادين. وفي الموصل، كشف قادة عسكريون في البشمرجة عن اتصالات تجري مع أهالي المحافظة إعدادا لعملية اقتحام المدينة وتحريرها من داعش. يأتي ذلك وسط معلومات عن منع داعش المواطنين من الخروج من المدينة بغية استخدامهم دروعا بشرية. تقرير محمد كريم. فيما يتواصل القتال بين البشمرجة وداعش عند أطراف الموصل مخلفا عشرات القتلى، القلق بشأن أمن وسلامة نحو 1 مليون مدني عالقين في هذه المنطقة المحاصرة منذ أكثر من عام هو ما يشغل بال القيادات العسكرية التي تتحضر لاقتحام المدينة وتحريرها من داعش.
المعلومات المتوفرة لدينا أن تنظيم داعش الإرهابي يمنع المواطنين من مغادرة المدن ويحاول استخدامهم كضروع بشرية للحد من العمليات العسكرية أو لإعاقة العمليات العسكرية. نهر دجلة كان شاهدا على هرب نحو 1000 من أهالي الموصل من قبضة داعش. هم وصلوا إلى القطاعات العسكرية المتمركزة على مشارف مدينتهم، والبيشمركة تكشف عن اتصالات تجري مع الداخل. لحد الآن أكثر من 1000 من وجهاء المنطقة متصلين بنا، يقولون بس تحركون احنا تحرير الموصل علينا بسلاحنا. فهذا العامل بأنه يدفعنا بأن نسرع بتحرير الموصل. الخطوط العريضة للعمليات العسكرية المقبلة رسمتها لقاءات رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي مع القيادات العسكرية الكردية، فمشاركة البيشمركة في عمليات التحرير باتت أمرا محسوما، مشاركة ستؤمن خروجا آمنا للمدنيين عبر محوري النوران وبعشيقة شمال الموصل حيث تتمركز، فيما يأخذ الجيش العراقي والحشد الوطني على عاتقه عملية دخول المدينة. وأمام تحقيق القوات العراقية والكردية مكاسب جديدة على الأرض، بات إخراج المدنيين المحاصرين في الموصل هدفا تحاول القيادات العسكرية تحقيقه لتجنيب المنطقة سقوط المزيد من الضحايا. محمد كريم أربيل، الميادين. إلى سوريا، حيث يتواصل القصف المدفعي والجوي على معاقل النصرة والمجموعات المسلحة في مدينة إدلب. وأفادت مراسلة الميادين بأن الاشتباكات احتدمت بين الطرفين في محيط المصطومة جنوب المدينة، وكان الجيش قد تقدم من معمل القرميد باتجاه بلدة تقميناس شرق المصطومة لإحكام السيطرة على كل الجهات الجنوبية لإدلب لتأمين تقدم القوات نحو المدينة. أكد عضو لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن كتائب أكناف بيت المقدس تابعة لحركة حماس، رغم أن الحركة تنكر ذلك، مشيرا إلى عدم وجود أي إمكانية في الوقت الحالي لمفاوضات أو حل سياسي في مخيم اليرموك. كما هو معروف أن تنظيم أكناف بيت المقدس أو كتائب أكناف بيت المقدس كانت تابعة لحركة حماس وجزءا منها، رغم النفي الرسمي لحركة حماس، وكان طيلة الفترة الماضية حليفا وثيقا مع جبهة النصرة. مجدلاني كشف عن التوافق مع القيادة السورية على حل أمني مشترك في مخيم اليرموك لتعذر أي حل آخر مع مسلحي داعش، وأيضا اتفق على أن تشكل غرفة عمليات مشتركة من القوات السورية ومن الفصائل الفلسطينية التي ترغب أو التي لها وجود عسكري ملموس داخل المخيم أو في محيطه لاستكمال هذه العملية النظيفة عسكريا. دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى إنشاء قوة مشتركة من الفصائل الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني بهدف تحرير مخيم اليرموك ممن وصفتهم بالعصابات الإرهابية. كما دعت الجبهة في بيان لها كل الفصائل الفلسطينية إلى الوقفة الجادة والمسؤولة أمام ما يتعرض له المخيم. أجواء إيجابية في اليوم الرابع والأخير للقاء التشاوري الذي تحتضنه موسكو بين ممثلين عن الحكومة السورية وكيانات وشخصيات من المعارضة. الوفد الحكومي قدم ورقة عمل من 8 بنود، وعلمت الميادين أن معظم نقاط الورقة الحكومية تتقاطع مع ورقة العمل التي أقرتها المعارضة خلال اليومين السابقين. وأشار معارضون للميادين إلى نقطتين خلافيتين، وهما رفض انطلاق الحوار السوري تحت قيادة الحكومة السورية. أما نقطة الخلاف الثانية والتي برزت بين مكونات المعارضة نفسها فهي حصر السلاح بيد الدولة. في الجلسة المسائية من اجتماعات اليوم الثاني للقاء التمهيد التشاوري السوري في موسكو، تم التوافق على نقاط حول بند تقييم الوضع الراهن في جدول الأعمال في 9 نيسان لعام 2015. البنود هي
أولا تسوية الأزمة في سوريا بوسائل سياسية سلمية على أساس توافقيا انطلاقا من مبادئ جنيف الأول بتاريخ 30 حزيران من عام 2012. ثانيا مطالبة المجتمع الدولي بممارسة ضغوط جدية فورية على كل الأطراف العربية الإقليمية الدولية التي تساهم في سفك الدم السوري وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة في مكافحة الإرهاب ووقف كافة الأعمال الداعمة للإرهاب. ثالثا مطالبة المجتمع الدولي لرفع فوري كامل للحصار وكل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري. رابعا حامل ونتائج أي عملية سياسية يجب أن يستند إلى السيادة الوطنية والإرادة الشعبية التي يتم التعبير عنها عبر وسائل وطرق ديمقراطية. خامسا نتاج أي عمل سياسي يتم بالتوافق بين السوريين حكومة وقوى وأحزاب وفعاليات من المؤمنين بالحل السياسي. سادسا دعم وتعزيز المصالحات الوطنية التي تساهم في تحقيق تسوية سياسية ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في عملية مكافحة الإرهاب. سابعا مطالبة المجتمع الدولي للمساعدة بإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والعمل على تهيئة ظروف مناسبة لعودة المهجرين. ثامنا أسس أي عملية سياسية تكمن في محددات تالية: أولا الحفاظ على السيادة الوطنية، وحدة سوريا أرضا وشعبا، الحفاظ على مؤسسات الدولة والعمل على تطويرها والارتقاء بأدائها، رفض أي تسوية سياسية تقوم على أساس محاصصة عرقية أو مذهبية أو طائفية، الالتزام بتحرير الأراضي السورية المحتلة كافة. الطريق الوحيد لإنجاز حل سياسي هو الحوار الوطني السوري بقيادة سورية دون أي تدخل خارجي. تاسعا التسوية السياسية ستؤدي إلى التكاتف وحشد طاقات الشعب في مواجهة الإرهاب وهزيمته، ويجب أن تؤدي هذه التسوية إلى حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة. عاشرا مطالبة المجتمع الدولي بدعم التوافق الذي سيتم التوصل إليه حول حل سياسي في لقاءات موسكو تمهيدا للاعتماد في مؤتمر جنيف الثالث. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن ما تقوم به بعض الدول من تزويد إرهابيين بما تسميه أسلحة فتاكة أدى إلى تقوية الإرهاب الذي توسع وانتشر في مناطق كبيرة. وفي رسالة وجهها إلى المشاركين في المؤتمر التشاوري الثاني شدد لافروف أن التحديات التي تواجه سوريا كبيرة، لابد من توحيد الصفوف لإيجاد حلول لها، ويجب ترك الخلافات جانبا لمصلحة الشعب السوري والحفاظ على وحدة سوريا ومحاربة الإرهاب. وجدد لافروف مواصلة روسيا جهودها لصالح استتباب السلم في سوريا، وهي كانت وما زالت أي روسيا صديقة للشعب السوري ومتمسكة بإنجاح الحوار السوري بناء على بيان جنيف الأول ودون أي تدخل خارجي. وأعرب لافروف عن ترحيب بلاده بكل الجهود البناءة من شركائها الدوليين والإقليميين لصالح سوريا والسوريين على أساس بيان جنيف، بعيدا عن أي أجندة جيوسياسية مبطنة، بالإضافة إلى الكيل بمكيالين. ميدانيا نبدأ من ريف دمشق، حيث أحكمت وحدات الجيش السيطرة على قلعة العبدالله وتل الزوابيق جنوب تلة قلعة السنديان في سلسلة الجبال الغربية في الزبداني، وقضت على إرهابيين ودمرت أسلحتهم. أما في إدلب وريفها قضت وحدات الجيش على عشرات الإرهابيين من النصر والتنظيمات المنضوية تحت زعامتها في مع التمصرين كفرلاتة شمال كورين مرعيان المجاز، ودمرت عتادهم كانوا يستخدمونه في الهجوم على أهالي القرى والبلدات المحيطة بجبل الأربعين، إلى حماة حيث دكت وحدات الجيش أوكارا وتنظيمات إرهابية أسفر هذا عن سقوط قتلى ومصابين في قرى أم ميال العنقاوي سكيك في الريف الشمالي للمدينة. بالتزامن تصدى أهالي قرية عقارب في ريف سلمية بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبي لإرهابيي داعش الذين حاولوا التسلل للقرية وأوقعوا قتلى وأجبر الباقون على الفرار. في ريف اللاذقية الشمالي قضت وحدات الجيش على إرهابي ودمرت آلياتهم المحملة بالأسلحة والرشاشات الثقيلة ومنصات إطلاق صواريخ
في جمام السودة الفرلق والكبير والعتيرة. إلى ذلك استهدفت وحدات الجيش تجمعات إرهابية لداعش ودمرت آلياتهم في تل شميران، العوجة، الأغبيش، في ريف الحسكة وفي دير الزور، كما تم القضاء على إرهابيين لهم في المرعية وعلى طريق دير الزور المحسن، ودمرت آلياتهم المزودة برشاشات متوسطة وثقيلة. في حلب تصدت وحدات الجيش ومجموعات الدفاع الشعبي لمحاولة مجموعات إرهابية التسلل من حلب القديمة إلى المدينة. شادي حلوة والتفاصيل. هي جولة في أحياء حلب القديمة برفقة أبناء حلب الشرفاء من اللجان الشعبية الذين يقفون صفا واحدا بجانب الجيش والقوات المسلحة للدفاع عن مدينتهم وأهلهم. البداية كانت من منطقة الحميدية والتي ادعت المجموعات الإرهابية المسلحة السيطرة عليها مع ساحة الحطب، ولكن الصورة التي التقطتها كاميرا الأخبار كانت أكبر دليل على كذبهم وفبركاتهم. مشاهدينا، نحن الآن في منطقة الحميدية وبالتحديد عند الحد الفاصل ما بين المجموعات الإرهابية المسلحة واللجان الشعبية والجيش العربي السوري. تلاحظون معنا هذه من خلفي تماما بركات الأرمن ومدرسة المهدي، وهذه الصور تثبت أن المجموعات الإرهابية المسلحة بفضل البواسل من اللجان الشعبية لم يستطيعوا التقدم ولا حتى سنتيمتر واحد. بإذن رب العالمين وبإذن واحد أحد ما حدا بيدخلون على حارتنا وعلى شعبنا وعلى حلب كلياتها إلا على روحنا، ونحن صامدين لآخر نقطة دم فينا. وين نحن هلا؟ نحن نزلت الخمارات الحميدية. شو بدك تقول؟ بإذن واحد أحد إن شاء الله أكون نحن نودي عم سلحين كلها. نحن هون حامين حالة الحمد لله. أنت من وين؟ أنا من سلوم. شو بدك تقول؟ أنا جاي عبقونهم، جاي نحاربين هدول الإرهاب المسلحين، جاي عبقوتلوا المدنية، جاي يخربوا البلد، وإن شاء الله رح ننتصر عليهم. المنطقة عانت من الدمار الكبير جراء استهدافها من قبل المرتزقة بعشرات القذائف، لكن ثبات أبناء الصمود كان واضحا. نحن هون لجان الحي، لجان حي الحميدية، بدنا نضل عم نحمي الحي لأنه نحن أهل الحارة هون. ما بدنا واحد من هدول كم كلب يجي ينتصر علينا، نحن بإذن الله هون باقيين لأنه هي الحارة حارتنا والأرض أرضنا. على دمنا ما بدخلوا إن شاء الله، منصورين بإذن الله، ضربونا بجي 50 جرة وما طلع له إن شاء الله، وبإذن الله منصورين. رح يطلع لهم مع الحلال؟ لا إن شاء الله ما بطلع لهم. ليش بقى؟ الله. لأن دم واحد نحن، قلب واحد. على خطوط التماس يقف أبناء حلب الشرفاء من اللجان الشعبية جنبا إلى جنب مع بواسل الجيش والقوات المسلحة من أجل الدفاع عن حلب وأهلها. ومن خلفي تماما شارع البركات الأرمن. شادي حلوة، التلفزيون العربي السوري، حي الحميدية، المدينة القديمة، حلب. بالتعاون بين محافظة ريف دمشق ومنظمة الهلال الأحمر والمجتمع الأهلي السوري تم إدخال 4500 سلة غذائية ومواد أخرى لبلدتي يلدا وبابيلة. في إطار مد يد العون وتخفيف المعاناة عمن هجروا بسبب الإرهاب، تم إدخال 4500 سلة غذائية على دفعتين إلى أهالي بلدتي يلدا وببيلة والمهجرين من مخيم اليرموك، وذلك بالتنسيق بين الجهات الحكومية ومحافظة ريف دمشق ومنظمة الهلال الأحمر والمجتمع الأهلي، كدليل على اللحمة الوطنية وتضامن السوريين ضد الإرهاب. بالتنسيق مع المؤسسات وبالتنسيق مع الدفاع الوطني وبالتنسيق مع محافظة دمشق سوف يتم توزيع هذه المساعدات وهذه الإعانات على المستحقين لها. قبل ساعتين من الآن كان هناك أيضا دفعة من المساعدات التي دخلت إلى بلدات يلدا ببيلة بالسحم إلى الأهالي. بتوجيه اللجنة العليا للإغاثة في الجمهورية العربية السورية وتوجيه محافظة وزارة الدار المحلية ومحافظة ريف دمشق وبالتنسيق مع المحافظ سيد محافظ ريف دمشق تم إدخال 3000 سلة غذائية و1000 ربطة خبز لتوزيعها على أهالي مخيم اليرموك في البلدة. تم توزيع مبارح أولت مبارح بشكل إسعافي للأهالي النزح من مخيم اليرموك للبلدات هدلون الثلاثة. اليوم عم بتم توزيع 3000 سلة متضمنة معلبات لجوات بلدة يلدا وببيلة. 4 شاحنات من المساعدات دخلت للمرة الثالثة خلال أسبوع، تضمنت مواد غذائية ومعلبات وحبوبا لتعقيم المياه،
للحفاظ على الحياة الكريمة للمواطنين الذين رحبوا بهذه الخطوة آملين بانتهاء المعاناة. عم يفوت خضرة، عم يفوت خضرة، كراتين الحمد لله، فروج، سمك عم يفوت الحمد لله، خبز عم يفوت. عم يفوت الحمد لله، يفوتونا الحمد لله رب العالمين، كل شيء يعني يوم يوم لا الحمد لله يفوت كل يوم كل شيء، رز وسمنة وبرغل وكل شيء الحمد لله، وبطاطا وفول وكل شيء. ما كان كل شيء متوفر، بس هلا الحمد لله كل شيء موفر، عم تفوتونا مساعدات، هي السيارات لحالها عم تشهد. يوما بعد يوم وفي كل لحظة تتشابك أيدي السوريين وتستنفر كل الجهود الإغاثية لتأمين احتياجات المهجرين، فاستمرار هذه الخطوات هي دليل واضح على وحدة الألم والتفاؤل بنصر قريب. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني أن هناك تعاونا بين سوريا والفلسطينيين من أجل أي خطوات لاحقة تتخذ في مخيم اليرموك. وخلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق قال مجدلاني إن القرار سيكون مشتركا بين الجانبين لاستعادة المخيم من الإرهابيين الذين سيطروا عليه، مؤكدا أن القيادة السورية تعاطت مع الوضع في المخيم بحساسية عالية لوضعه الخاص ورمزيته. مسلحو داعش الإرهابيون ومما قاموا به من جرائم من قتل واختطاف واغتصاب للنساء بما في ذلك تزويج النساء المتزوجات من عناصرهم، هذا الأمر وضعنا أمام خيارات أخرى لحل أمني يراعي فيه الشراكة ما بين الدولة السورية باعتبارها صاحبة السيادة على الأراضي السورية وصاحبة القرار الأول والأخير في الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين سواء كانوا فلسطينيين أو سوريين، مع الحرص الشديد على أن أي عمل يجب أن يراعي أولا وأخيرا حياة المواطنين الفلسطينيين والسوريين المقيمين في المخيم. كما هو معروف أن تنظيم أكناف بيت المقدس أو كتائب أكناف بيت المقدس كانت تابعة لحركة حماس وجزءا منها رغم النفي الرسمي لحركة حماس، وكانت طيلة الفترة الماضية حليفا وثيقا مع جبهة النصرة في المخيم. الآن كجزء من إعادة خريطة التحالفات السياسية حدث انقسام في كتائب أكناف بيت المقدس، وجزءا منهم الآن هم مع داعش وجبهة النصرة. هلا أنت بتسألني قديش مدى الضمانات؟ أنا بحب أقول لك شخصيا لا أضمن ولا أثق بأي واحد من الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين. الشيخ حكمة الهجرة رئيس الروحي للمسلمين الموحدين في سوريا يستنكر باسم الطائفة ما ينشر من أخبار ملفقة تسفك الدم السوري وتمهد لفتنة كبرى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أنبياء الله المرسلين. نحمدك الله اللهم وقد هديتنا للحق المبين وغمرتنا بنعمة العقل ونور اليقين كي ننير الحياة بعطر السلام وأريج المحبة في زمن تشعبت فيه وسائل الإغواء والانحراف وما فيها من تمزيق للأواصر وهدم للمعتقدات الشريفة ممن هجرها وتناسى أصولها التي نعتبرها سياجا كريما ودوحة عرفانية نتفيأ ظلالها التوحيدية. وفي هذا المجال فإن الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين تعبر عن شديد أسفها واستنكارها مما ينشر من أخبار ملفقة عن المنطقة فيها سفك للدم السوري وتمهيد لفتنة كبرى. تدرك الرئاسة الروحية أبعادها وتحذر من لهيبها
كما أنها تؤمن بوجود جيش عربي سوري باسل وحده المخول بالذود عن حمى الوطن مع الغيارة من شبابه ورجاله. ونأمل ممن يتحدث عن العادات والتقاليد الكريمة من بعض أبنائنا الواهمين أن يتحلى بأصول الفكر التوحيدي ولا ينحرف عن أخلاقيته وثوابته نحو أبناء جلدته، وإن أساليب التطاول والسخرية من القيم الروحية الشريفة لأي معتقد ليست من شيم الكرام وأفاضل الناس. وعلى أبناء البيوت الكريمة التي تحمل إرثا وفكرا أن يحافظوا على نهج أسلافهم ويحصنوا أنفسهم ومسالكهم بالصالح من الأعمال والطيب من الكلام. وقديما قالت العرب: فاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء ينضح بالذي فيه. وختاما نستودعكم الله سائلين العلي القدير أن يتوج أوطاننا بالنصر والعزة ويكشف عنا هذه الغمة ويهدي الجميع إلى سواء السبيل، إنه القدير وهو جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فرع مكافحة المخدرات في دمشق يلقي القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 12 كيلوغراما من الحشيش المخدر. لا للمخدرات، شعار وزارة الداخلية ومحور سياستها المتشددة في مواجهة أخطار المخدرات وملاحقة مرتكبي جرائمها في مجالات الإتجار والتهريب والترويج والتعاطي والإدمان. وفي إطار ما تبذله إدارة مكافحة المخدرات وفروعها من جهود ملحوظة وسهر دائم، تمكن فرع مكافحة المخدرات بدمشق من إلقاء القبض على 4 أشخاص متورطين في تعاطي المخدرات ونقلها وترويجها، وضبطت بحوزتهم ما مجموعه 12 كيلوغرام من الحشيش المخدر مغلفة ضمن علب مواد غذائية متنوعة. أنا من سكان دمشق، عمري 35 سنة، قبل كنت موقوف بتعاطي المخدرات وصار لي 3 أشهر من طالع من السجن. ومن طلعت من السجن كانوا أصدقائي ورفقاتي بالسجن أعطوني رقم شخص يقولوا له أبو عمار، بحيث انه اذا يلزمني شيء اتعاطى باخذ منه. وبالفعل طلعت حكيت معه ابو عمار على رقمه بريف دمشق هو، واما اللي قلت له بدي شويه شيء اتعاطى يعني، قال لي هاليومين ببعث لك شيء بس ليصير لي حدا واصل لعندك على الشام. بالفعل بعد يومين خبرني، قال لي اذا في مجال تاخذ هالكميه معلبة بمواد غذائية بوصلها لشخص مقابل شروبي. محمود، مواليد 90، سكان دمشق، تعاطى مادة الحشيش المخدر. بعرف واحد من بلدياتي بيعطيني كل فترة مادة الحشيش المخدر، وعطاني مادة الحشيش المخدر مشان وصلها لواحد مقابل مشروبي ومصاري. وآخر مرة أعطاني 4 كيلو مشان يجي لعندي واحد اسمه أبو صالح يأخذهم مقابل مشروبي ومبلغ مصاري. اسمي رجب، من سكان مدينة دمشق، مواليد 1988. تعرفت على الشخص ابن بلدي، وانا تعاطى مادة الحشيش المخدر من شهر ونص، وصار يجيب لي مادة الحشيش انطيها لاشخاص اخرين مقابل مبالغ مالية. بعد فترة جاب لي 5 كيلوات حشيش موضوعة بمواد معلبة، وبدلالتي اجت دورية مكافحة المخدرات علي على المنزل والقت القبض بحوزتي مادة الحشيش المخدر 5 كيلوات. انا اسمي مصعب، مواليدي 67،
عمري 48 سنة بتعاطى الحشيش المخدر من فترة، وبعدها مدة طويلة اني رحت عليه نفس الشخص بالقهوة من بلدي وقلت له بدي حشيش، قال لي تحسن تأمن لي 5 كيلوات، قلت له أشوف، اتصلت براكان بريف دمشق وقال لي اني فيني بأمن لك 5 كيلوات، بعت لي 3 كيلوات، عندما استلمهم ألقى القبض علي من مكافحة المخدرات وسلموا الحشيش المخدر من فراس لسيارة فراس. أنا أنصح كل إنسان يبتعد عن هذه الآفة المخدر، عن هذه الآفة الحشيش المخدر والمخدرات. اسمي فراس، مواليد 78، اشتغل مكتب تاكسي خاص. من فترة إجا عندي أبو ركان وديته على ريف دمشق، إجا ابن ركان عرض علي اشتغل معه بتجارة الحشيش، ونزلت وديت أول مرة كليان حشيش إلى دمشق لمصعب، اتصلت فيه قلت له بلتقي مطرف لأني عطيته ياهن وعطاني 330,000، وجيت لوديته لركان عطاني 10,000 ليرة أجاري. إجا كمان حكاني بعد فترة قال لي بدك تودي 3 كيلو حشيش لمصعب كمان. جيت كمان نزلت وديت له ياهن، قبل ما أصل تم إلقاء القبض علي من قبل دورية مكافحة مخدرات دمشق وبحوزة 3 كيلو من المخدرات. لقاء جمع وزيري الكهرباء والصحة مع فعاليات رسمية وشعبية في القنيطرة. أكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء على ضرورة تطوير آليات العمل وتفعيل التشاركية والتكاملية ما بين الحكومة وجميع المديريات والمجتمع المحلي. وأشار خميس خلال لقائه ووزير الصحة مع الفعاليات الرسمية والشعبية بالقنيطرة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع المحافظة في سبيل إصلاح خط التوتر الرئيسي الذي يغذي القنيطرة بعد تعرضه لاعتداءات المجموعات الإرهابية في الخزرجية بريف دمشق، لافتا إلى تعرض القطاع الكهرباء في سوريا بجميع مكوناته للاعتداءات اليومية من الارهابيين. فيما يتعلق بالواقع الكهربائي، نحن نعرف ان بعد معاناة طويلة من تحديات الاعتداءات الارهابية المسلحة على قطاع الكهرباء، اصبح وضع الكهربائي مستقر، وجهود كبيرة بذلت من زملائنا القائمين في قطاع الكهرباء في هذه المحافظة وفي المؤسسة المركزية لإعادة خطوط التوتر العالي. المحطة القائمة محطة جيدة وتعمل بجاهزية عالية، وممكن ان تلبي خدمات الاخوة المواطنين القائمين في المحافظة لسنوات طويلة بشكل مستقر. التقنين مقبول بشكل نسبي مقارنة مع التحديات. وأكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي تقديم الدعم الكامل لمشفى ممدوح أباظة بمدينة البعث ورفده بالمزيد من الكوادر الطبية، مبديا استعداد الوزارة للتعاقد مع أي طبيب يرغب بالاختصاص لمدة 4 سنوات مقابل الالتزام بالعمل في المشافي العامة مدة 2 بعد انتهاء الاختصاص. الواقع الخدمي الصحي بالنسبة لهذه الهيئة مقبول نسبيا، تحتاج إلى بعض الكوادر، وهذا ما سيتم بتوافقية بين وزارة الصحة ومديرية الصحة العمل على تأمين الكوادر الطبية إلى هذه الهيئة. واستعرض محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر الواقع الخدمي والصحي مطالبا بزيادة الدعم المالي للمؤسسات الحكومية والوحدات الإدارية لمساعدتها في تقديم كل مقومات الصمود للأهالي على أرض المحافظة. الدولة تولي كل الأهمية لمحافظة القنيطرة، ونحن هنا في محافظة القنيطرة متشبثون بأرض المحافظة، لن نغادرها مهما اشتد الإرهاب، نسعى لتقديم أفضل خدمات لأبناء المحافظة وكل ما يساعدهم على الصمود والتشبث بأرضهم. الفعاليات الأهلية والرسمية والشعبية طالبت بضرورة استثمار طاقة الرياح واستكمال استصلاح الأراضي الزراعية واستبدال محولات الكهرباء في قرية حذر وتزويد أبار ضخ مياه الشرب بمحولات كهربائية وتشميل العاملين في مشفى أباظة بالطبابة وزيادة الحوافز. وكان المهندس خميس قد اطلع وصحبه على واقع العمل في محطة التغذية الكهربائية في أيوبة واستمع من العاملين لشرح مفصل عن واقع عملها، كما تفقد وزير الصحة واقع عمل مشفى ممدوح أباظة واطلع على حسن سير العمل في عياداته وأقسامه كافة. لأخبار التلفزيون علي الأعور، القنيطرة. لوحة جدارية فنية على سوري مجمع مدارس التعليم الأساسي في ركن الدين في دمشق.
تزامنا مع مرور اليوم العالمي للصحة وتجسيدا لشعارها هذا العام حول سلامة الغذاء، مجموعة الفنان التشكيلي موفق مخول وبالتعاون مع وزارة التربية ينجزون مجموعة من اللوحات الجدارية الفنية والتي تعبر عن الوصايا الخمس لضمان سلامة ومأمونية الغذاء. أولا، هي اللوحة هي رسالة صحية تربوية فنية جمالية بيئية في ذات الوقت يعني، ونحن نعمل في وزارة التربية على توظيف خاصة مواد التربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية في فعلا مفاهيم هؤلاء الطلاب أن يتحول إلى سلوك صحيح. مبسوطة كثير بشغل الأطفال اللي تقدم اليوم، وهي اللي مبسوطة بالأكثر أنه قدروا يوصلوا الرسالة بطريقة مضبوطة، والأكثر أنه عم يوصلوها لبيوتهم ولأهاليهم ولمجتمعهم الأكبر اللي موجود بالمنازل. احنا حبينا أنه نوظف هالفكرة هي تبع النشاط على منظمة الصحة العالمية، نحوله إلى عمل فني تشكيلي بصري، خلي الطالب يحس أن الجدار هذا صار جزء من ثقافته، ما عاد صار فاصل بينه وبين المدرسة يعني. رافق الفعالية مجموعة من الرسوم التي شارك بها طلاب المدارس وعبروا من خلالها عن أهمية نشر ثقافة الوعي بسلامة الغذاء. عم نرسم رسمات مشان الصحة، مشان نحمي حالنا وما يصير معنا أمراض. هي لوحات كتير إنه حلوة وجميلة وبتعبر عن الصحة الغذائية مشان العالم تستفيد منها. أنا سويت هون إنه سلة فيها فواكه إنه لازم نغسله طعمه قبل أكله. يبقى للفن التشكيلي مهاراته في إيصال الرسائل البصرية وتعزيز القيم التربوية الصالحة في سلوكيات الأطفال عبر توظيف إمكانياته في خدمة المجتمع صحيا واجتماعيا وتربويا. نشاط تفاعلي لطلبة المدارس جسدوا فيه شعار منظمة الصحة العالمية حول سلامة الغذاء. أمل حمي لأخبار التلفزيون العربي السوري، دمشق. وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المرديني يزور الحسكة ويلتقي عمداء الكليات الجامعية وفعاليات رسمية ويستمع إلى الطلبة. قام الدكتور محمد عامر المرديني بزيارة لمحافظة الحسكة واستمع إلى عرض مفصل قدمه عمداء الكليات عن جملة من القضايا والصعوبات التي تعيق سير العملية التعليمية في الجامعة. تم تداول بعض المشكلات والصعوبات التي تعترض سبل العملية الإدارية وكذلك التدريسية في الحسكة. تمحورت هذه المشاكل حول النقص الكبير في الكادر الإداري وكذلك الكادر التدريسي في هذه المنطقة، و تم تداول بعض الحلول من أجل الوصول إلى عملية مثلى في التدريس والمحافظة على السوية العلمية. كما طالب البعض الآخر بإجراء مسابقات لتعيين أعضاء للهيئة التدريسية وسد النقص في الكادر الإداري والفني، والمطالبة بإجراء عقود سنوية للمعيدين في الكليات. وكان الطلب الأهم الإسراع بإحداث جامعة في الحسكة والموافقة على استثناء شرط المدة الخاصة بتسجيل طلاب دير الزور وعدم التأخر بإعطاء مصدقات التخرج وكشوف العلامات وافتتاح أقسام في كلية الزراعة ومطالب أخرى. الوزير مرديني أكد أنه على الرغم من الاستهداف الممنهج للقطاع التعليمي ومحاولة الأعداء لتقزيم الشهادة السورية، إلا أنه وبعد مرور أكثر من 4 سنوات على الأزمة ما زالت محافظة على جودتها، لافتا في الوقت نفسه بأنه سيعمل على إحداث جامعة بالحسكة وحل المعوقات التي يواجهها فرع جامعة الفرات ضمن الإمكانات المتاحة. اقتراحات عديدة كانت موجودة، نتمنى فعلا أن نكون عند حسن ظن ونساعد في تذليل العقبات التي يعاني منها سواء طلابنا الأعزاء أو حتى أعضاء الهيئة التعليمية والكوادر الإدارية. هناك حلول أخذت على أرض الواقع مباشرة، وهناك حلول يفكر فيها مجلس التعليم العالي وستنعكس إن شاء الله في القريب العاجل على معظم طلابنا. هناك بعض القضايا التي لها تشابكات مع مؤسسات أخرى سيتم رفعها أيضا لرئاسة الحكومة لمحاولة معالجتها بأسرع ما يمكن. هي زيارة طال انتظارها من قبل إدارة الجامعة وطلبتها، وكلهم أمل بأن تترجم إلى واقع عملي ملموس وإيجاد حلول سريعة لهموم الطلبة ومشاكلهم لمتابعة تحصيلهم العلمي والمشاركة الفعالة في بناء سوريا المتجددة. تقيم وزارة السياحة ورشة عمل لإطلاق المشروع الوطني للسياحة الداخلية في إطار خطة الوزارة لتنشيط السياحة الداخلية التي تناسب الشرائح كافة. في إطار خطتها لتنشيط السياحة الداخلية ذات الجودة المناسبة والكلفة المنخفضة التي تناسب شرائح المجتمع كافة،
وزارة السياحة نظمت ورشة عمل لإطلاق المشروع الوطني للسياحة الداخلية. ورشة تأتي كجزء من برنامج تنشيط السياحة الداخلية اللي بيهدف هو بالأساس لتعزيز اليوم الدور الإيجابي لوزارة السياحة بتحقيق توازن بالأسعار بالخدمات المقدمة إن كان بمنشآت المبيت أو إن كان بمنشآت الإقامة. بيهدف أيضا لتفعيل دور وزارة السياحة الاجتماعي بتقديم برامج تستهدف بشكل أساسي العائلة السورية. بيستهدف أيضا إعادة تنشيط والإقلاع بعمل المشاريع السياحية المتوقفة وأيضا بإقلاع مشاريع جديدة على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ناقش المشاركون واقع السياحة الداخلية والعقبات التي تعترضها وآليات تذليلها ودور الشركة السورية للسياحة بتنشيطها، فيما يتخلل المحور الآخر حوارا مفتوحا حول دور الجهات المعنية في المساهمة بتطوير السياحة الداخلية وصياغة المقترحات والتوصيات التنفيذية. إتاحة المجال والفرصة وتأمين المناخ السياحي الملائم لشرائح المجتمع بنفوت فرصة أنه يغادروا خارج البلد ليصرفوا مصاري خارج البلد والعملات الصعبة. لذلك موضوع تهيئة المناخ الاستثماري وترويج الرحلات السياحية الداخلية من منطلق دعم السياحة الداخلية، كل مواطن سوري هو مشروع مستثمر. التركيز على الصعوبات التي تعترض السياحة الداخلية لتذليلها والتواصل مع أصحاب المنشآت ومكاتب السياحة والسفر لإيجاد برامج وآلية عمل لتنشيط الحركة السياحية، خصوصا نحن على يعني موسم قادم، موسم سياحي. نحن ممكن نعمل دراما، يعني وزارة السياحة تشارك وزارة الإعلام أو الهيئة العامة للإنتاج الدرامي بالإنتاج، أنه أنا بدي هاي الأماكن تظهر، بدي أضيق على هذا المكان، بدي هدول الممثلين، بدي هاي القصة، تشارك بكتابة النصوص، تقترح نصوص للعمل. هدف الورشة إطلاق المشروع الوطني للسياحة الداخلية في سوريا وتشجيع القطاع السياحي الخاص على العمل في مجال السياحة الداخلية وتسليط الضوء على العقبات والعمل على إزالتها ودعم السياحة الشعبية في سوريا. وزير الاقتصاد الدكتور همام الجزائري يقوم بزيارة لمحافظة السويداء بهدف توضيح سياسات الحكومة الاقتصادية لدعم مقومات الانتاج الزراعي والصناعي. رغم الظروف التي تشهدها البلاد، ما تزال تتواصل جهود الحكومة السورية والرامية إلى تعزيز مرتكزات الاقتصاد الوطني وتطويره، إذ زار وزير الاقتصاد الدكتور همام الجزائري محافظة السويداء، وذلك بغية توضيح سياسات الحكومة الاقتصادية وشرح الرؤية العامة للاقتصاد الوطني، إضافة إلى دعم مقومات الإنتاج الزراعي والصناعي. التقينا مع السيد المحافظ مع الفعاليات لنقول شو رؤيتنا العامة للاقتصاد، كيف الانتاج هو رقم واحد، شو سياستنا لدعمه، شو هي الهيئات الجديدة المطروحة على جدول أعمال الحكومة، هيئة انتاج، هيئة دعم الانتاج والتصدير، وهيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة يلي رح بيكون لها وجود مهم في محافظة السويداء كما باقي المحافظات. وخلال زيارته تفقد الدكتور الجزائري بعض المشاريع الاقتصادية والحيوية في المحافظة، حيث شملت جولته زيارة المنطقة الصناعية قيد الإنشاء في قرية أم الزيتون أولا، واطلع على آلية العمل فيها، تلتها شركة ريان بلاست ثاني محطات الجولة. ثم التقى الدكتور همام في مبنى المحافظة عددا من الفعاليات الزراعية والصناعية والتجارية، واستمع إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل القطاعات الاقتصادية وبناها التحتية، وأهمها ما تلقاه حركة التصدير والاستيراد بالعراقيل، وأيضا الحاجة إلى الدعم المالي وتذبذب وفرة مشتقات النفط وغيرها. أقام فرع دمشق اتحاد الصحفيين بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ولجنة حقوق الأسرة والمرأة والطفل في مجلس الشعب، أقاموا لقاء تشاوريا حول حماية المرأة من مخاطر الأزمة. رئيس اتحاد الصحفيين الدكتور لياس مراد شدد على أهمية دور الإعلام في نقل الأفكار والهموم التي يعيشها المواطن، خاصة المرأة التي كرست معنى البقاء الأمثل. بدورها رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس الشعب وفاء معلا أشار إلى دور تلعبه المرأة في اتخاذ القرار، وخاصة من خلال المشاركة في المجالس البرلمانية وأماكنها، ما استطاعت من خلالها تعديل قوانين وتشريعات تحمي حقوق المرأة والطفل. أهمية الدعم الاقتصادي للمرأة وأعطاؤها فرصة في رفع المستوى المعيشي من خلال زيادة دعم مشاريع صغيرة ريفية و
للمرأة الريفية والمهجرة المقيمة في مراكز الإيواء أهم ما أكدت عليه رئيسة الاتحاد العام النسائي ماجدة قطيط. من جهتها رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر قدمت ورقة عمل تجسد بطولات المرأة في الحروب والسلام، منوهة على استمرارية تعاون الهيئة والجهات المعنية للارتقاء بالوضع الاجتماعي المعيشي للأسرة والسكان. المشاركون في الدورة ركزوا على أن المرأة عماد الصمود والعطاء، والمرأة السورية خاصة أثبتت للعالم أنها ستبقى رمزا للنصر والانتصار. في فندق الدامة روز في دمشق أطلق الاتحاد العام للطلبة العرب الحملة الطلابية الشبابية العربية والعالمية لرفع العقوبات والحصار الظالم عن سوريا. انطلاقا من دور الاتحاد العام للطلبة العرب النضالي والقومي والعروبي المقاوم في الدفاع عن القضايا العربية والدفاع عن سوريا في وجه الحرب الكونية والإرهابية والعدوان الإجرامي الذي شن عليها منذ 5 سنوات، افتتح الاتحاد العام للطلبة العرب الحملة الطلابية والشبابية العربية والعالمية لرفع العقوبات والحصار الظالم على سوريا. نحن نطلق هذه الحملة لرفع العقوبات الظالمة والحصار الجائر وهذا العدوان السافر الذي تشنه الحكومات الغربية وبعض الحكومات العربية الرجعية التي تدمر سوريا ودمرت ليبيا وحاولت تدمير تونس ومصر وتدمر اليمن الآن. شارك في الحملة مجموعة من النقابات والاتحادات والأحزاب العربية والأجنبية، منها الاتحاد العام لطلبة فلسطين وحزب الشباب التركي المعارض وشبيبة فنزويلا والحزب السوري القومي الاجتماعي والاتحاد الوطني لطلبة سوريا. الشباب هم والطلبة هم نقطة انطلاق وارتكاز في العمل القومي والنضالي على مستوى الأحداث والتطورات الحاصلة في المنطقة. وأشار المشاركون إلى أن هدف هذه الحملة هو إطلاع الرأي العام العربي والغربي والعالمي على الأضرار البالغة والجسيمة الناتجة عن الحصار والعقوبات الظالمة المفروضة على الشعب السوري في مختلف مجالات الحياة وإظهار عدم قانونيتها وشرعيتها. طالبنا منذ بداية الأزمة بضرورة رفع مثل هذه العقوبات لعدم وجود أسباب منطقية لفرضها على الشعب السوري. هذه الحملة صحيح أطلقها الاتحاد العام للطلاب العرب، لكنها هي حملة كل شاب وكل طالب في الوطن العربي وفي العالم عليه أن يتبناها. وتخلل الاجتماع عرض فيلم وثائقي يوضح الإرهاب والدمار الذي حصل في سوريا نتيجة العدوان عليها وأبعاد الحصار الجائر على الإنسان السوري. مع الأسف في تركيا هناك نظام ظالم على شعبه ويصدر الإرهاب إلى دول الجوار، والشعب التركي يعرف أين هي مصلحته ويعلم ما يقوم به حزب العدالة والتنمية ويعلم أن نهايته قد اقتربت. تأتي هذه المبادرة بهدف الاستمرار في الضغط الطلابي والشبابي والشعبي والجماهيري على الحكومات الغربية والعربية المتورطة في الحرب على سوريا وشعبها من أجل الإنهاء الفوري للعقوبات والحصار والعدوان عن طريق التركيز على المنظمات والاتحادات والجمعيات الطلابية والشبابية لإنجاز هذا الهدف. ختام نشرة أخبار البلد، شكرا للمتابعة، مشاهدينا بأمان الله.